السلام عليكم. سورة نمبر 91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوه فعقلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حيدر بياني. السلام عليكم. سورة همزة سورة نمبر 104 مكي سورة ہے.